روسيا وجهت اتهامات خطيرة وجدية لأوكرانيا وقالت بأن كييف تبحث عن استخدام القنبلة القذرة في الحرب بين البلدين. هذه الاتهامات هي جاءت من وزير الدفاع الروسي منذ يوم أمس، وهو سيرغي شويغو هو الذي بدأ بنشر هذه المعلومات. كذلك وكالة الأنباء الروسية وهي ريا نوفستي قد نشرت تفاصيلا أكثر، تحدثت عن هذه القنبلة التي ذكرتها لكم، وكذلك تحدثت عن خيار كييف في استخدام سلاح نووي محدود القوة، وهذا ما ذكرته ريا نوفستي وكالة الأنباء الروسية. قالت وفقا لمصادر موثوقة في أوكرانيا ودول أخرى مختلفة، تستعد أوكرانيا لاستفزاز على أراضي بلادها باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح نووي منخفض القوة. وأضافت أيضا بدأت كييف بالفعل التنفيذ العملي لهذه الخطة، بل إنهم أضافوا تفاصيلا اليوم بالنسبة لوكالة أو الإعلام الروسي بشكل عام، تحدثوا ونشروا أساسا تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بهذا الشكل. قالوا بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتواصل مع بريطانيا للحصول على تكنولوجيا السلاح أو الأسلحة النووية لكي يتمكن من صناعة الأسلحة النووية. بداية، ما هي هذه القنبلة؟ هذا هو السؤال الأهم. بالنسبة للقنبلة القذرة التي يتحدثون عنها، هي ليست كالقنبلة النووية، هي بالأحرى قنبلة نووية بدائية، وهي تبدأ من المنشآت النووية المدنية، من المخلفات في هذه المنشآت. يأخذون هذه المخلفات ويقومون بحشوها في الذخائر أو في الصواريخ، وبعد ذلك عندما يطلقونها على منطقة معينة أو يتم رشها في منطقة معينة، فإنها تتسبب في انتشار المواد الكيماوية، المواد السامة، وهذا ما سيؤدي إلى تلوث كبير في المنطقة التي يتم استخدام هذه القنبلة أو هذا الصاروخ فيها، وهذا ما يتسبب أيضا ليس فقط في التلوث، وإنما يتسبب في ذعر بين المواطنين، وكذلك إن كان هنالك جنود أو جيش أو عناصر أو قوات أمنية ستصاب أيضا بالذعر. وعلى هذا الأساس هذه القنبلة هي لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل كما هو الحال بالنسبة للقنابل النووية أو القنابل الذرية على سبيل المثال، وإنما هي قنبلة اضطراب شامل. هذه هي القنبلة التي تتحدث عنها روسيا بشكل مباشر. وبالتالي المسألة ببساطة، روسيا تقول بأن أوكرانيا الآن تبحث عن استخدام هذه القنبلة داخل الأراضي الأوكرانية، وبعد ذلك تتهم روسيا بأنها هي من قامت بهذه الضربة، وبعد ذلك سيدفع هذا الأمر الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أن يتوجهون بضربة ضد الداخل الروسي لشل القدرات الروسية في توجيه ضربات النووية، وهذا ما سيدفع روسيا كونها أنها لم تستخدم هذه القنبلة وأن أوكرانيا هي التي استخدمتها أن تندفع مباشرة وتواجه حلف الناتو وتوجه ضربات، وبالتالي نحن أمام الحرب العالمية الثالثة. وهنالك توقيتات مثيرة لهذا الإعلان الذي نتحدث عنه من قبل روسيا، والأوساط الروسية تتحدث عن هذه المسألة، خاصة وأن الكلام الكبير الذي يأتي أن قبل 48 ساعة أو 72 ساعة بالأحرى، كانت هنالك تقارير من النيويورك تايمز تحدثت بأن 10,000 جندي روسي دخلوا إلى بيلاروسيا في ظل تحضيرات كبيرة للغاية من أجل شن هجمات من أجل منع بولندا من عملية إرسال الأسلحة التابعة لحلف الناتو أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريقها بشكل رئيسي ترسل الأسلحة. هم يريدون من هذا التجمع في بيلاروسيا أن يمنعون وأن يصدون هذا الإمداد. وبحسب عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي اسمه دانيال ديفيس، هذا الرجل قال بأن روسيا كل ما تحتاج إليه في ظل تواجدها في بيلاروسيا مع الجيش البيلاروسي إن شارك في هذه المسألة هي السيطرة على مدينتين موجودة على الحدود في بولندا، وهي مدينة فولن وكذلك ليفيف. بمجرد ما يسيطروا على هذه المدن لن تتمكن بولندا بعد الآن أو حلف الناتو أو غيرهم من إرسال هذه الأسلحة التي غيرت من مجريات المعركة، وبالتالي يضبطون إيقاع المعركة ضد الأوكرانيين. ويجب أن ننتبه، نحن نتحدث عن هجوم يجري في داخل أوكرانيا رغم التحشيدات التي سمعناها والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية وإرسالها للقوة 101 المحمولة جوا الأمريكية التي وصلت إلى الحدود الرومانية الأوكرانية، وقالت بأنها مستعدة لعبور الحدود إلى أوكرانيا في الداخل. كذلك التحشيدات البولندية، التحشيدات الليتوانية، هذه لا معنى لها أبدا إن بقيت روسيا ودخلت إلى هذه المدن وسيطرت عليها، لأن دخول الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى مترا واحدا داخل أوكرانيا
يعني أيضا الحرب العالمية الثالثة. بالتالي الخطوة واضحة بالنسبة لروسيا، يقطعون الأسلحة ويعودون ويسيطرون على المناطق التي يبحثون عنها. وعلى هذا الأساس تأتي معلومات القنبلة التي نتحدث عنها، هذه القنبلة الإشعاعية، القنبلة القذرة التي تتحدث عنها روسيا بشكل مباشر، وهي تقول بشكل واضح أن أوكرانيا تريد استخدام هذه القنبلة لكي تمنع هذا السيناريو وتقلب الأمور وتقلب الموازين على روسيا. وطبعا هذا جعل الأمر وزير الدفاع الروسي أن يذهب وأن يتصل بشكل جدي بنظرائه من وزراء الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي، وزير الدفاع الفرنسي، وزير الدفاع البريطاني، حتى وزير الدفاع التركي تحدث معه عن هذه المسألة الخطيرة القادمة، وبدأ يحذر من أن هذه القنبلة ستستخدم في الداخل الأوكراني. ولكن منذ صباح هذا اليوم فرنسا، بريطانيا وعدد من الدول الأخرى أصدرت بيانا رافضة تماما المزاعم الروسية في هذه المسألة، وقالوا لا أدلة في هذه المسألة نهائيا، بل أن أوكرانيا قالت بأن جميع مواقعنا النووية مفتوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تدقق فيما تتحدث عنه روسيا. ليس هنالك أي شيء وأي مصداقية لهذا الأمر، بل أن الأوكرانيين ذهبوا أبعد من ذلك في طبيعة الاتهامات، وقالوا بأن روسيا عندما تريد أن تنفذ شيئا هي تتهم الخصوم بداية بأن الخصوم هم من سيقوموا بهذه الضربة، وبعدها يقوموا بالضربة التي يبحثون عنها، وبالتالي يقولوا لقد قلنا لكم بأن هنالك شيئا سيحدث. وعلى هذا الأساس يضعون الروس بحسب الاتهامات الأوكرانية العالم تحت روايتين، وهم يجدون أن في ظل هذه الاتهامات الروسية السريعة التي تأتي ضد أوكرانيا باستخدام هذه القنابل والأسلحة التي نتحدث عنها، هي تعني بأن روسيا اقتربت كثيرا من استخدام الأسلحة النووية في الداخل الأوكراني، مستشهدين طبعا بما قاله بوتين من تهديدات مؤخرا تحدث عنها في استخدام الأسلحة النووية. كذلك رمضان قاديروف الرجل وهو الزعيم الشيشاني كان سبق له أساسا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام السلاح النووي المحدود القوة أو المنخفض القوة أن يستخدم في الداخل الأوكراني، وتحديدا في المناطق التي أعلنت روسيا ضمها، خيرسون، زاباروجيا، وكذلك لوغانسك ودانييتسك في إقليم دونباس، خاصة وأن الكرملين أعلن بشكل رسمي أن هذه المدن بما أنها تم ضمها إلى روسيا، هذا يعني ببساطة أنها تقع تحت المظلة النووية وحماية المظلة النووية الروسية. كذلك في نفس الوقت الأوكرانيين يتحدثون عن تقدم كبير يحققونه ضد القوات الروسية، وبالتالي لم يبقى أمام روسيا إلا خيار واحد، هو استخدام هذه الأسلحة في هذه المناطق لإيقاف هذا التقدم. لذلك وضعوا هذا الاتهام وبدأوا يحذروا العالم من مسألة ما هو قادم الآن من روسيا، وبأن الوقت أصبح خطرا للغاية. التقدم الأوكراني الذي نتحدث عنه يأتي كبيرا وقد يعني الكثير بالنسبة لهذه التفاصيل التي نتحدث عنها. لاحظ هنا بحسب معهد دراسات الحرب وهذا المخطط في آخر تحديث لهذه الحرب، توضح أن المناطق باللون الأزرق هي المناطق التي استعادتها القوات الأوكرانية. الدوائر التي تلاحظونها هنا هي تفسر طبيعة نقاط الاشتباك الكبيرة خلال 24 ساعة الماضية. لاحظ التقدم باللون الأزرق الذي يأتي واستعادة الأراضي للقوات الأوكرانية، بل إن هنالك معركة هائلة جدا تجري في خيرسون وهي قادمة، والجميع يترقب ما الذي سيحدث في هذه المعركة التي ستعتبر ضربة كبيرة لروسيا، وقد تفسر الكثير من طبيعة الأسلحة التي قد تأتي في هذه المعركة إذا ما انتهت بالطريقة التي تريدها أوكرانيا. إذا ما حاولنا أن نقترب لنفهم ما الذي يجري في خيرسون، فهذه المعركة الجميع يركز عليها، روسيا تركز عليها، أوكرانيا تريد تحقيق انتصار في هذه المنطقة. هناك كما تلاحظون إذا ما بدأنا على سبيل المثال هنا في هذه الخارطة التي تلاحظونها، هنا خيرسون طبعا، وهنا منطقة أخرى وهي بريسلاف. المراقبة والترقب هو يأتي لهذه المنطقتين التي من المفترض هاتين المدينتين أنها ستواجه الكثير. بالنسبة للقوات الأوكرانية تهاجم هذه المناطق من 5 محاور، تهاجم من هنا من كسليفكا بهذا الاتجاه، وكذلك هي تهاجم أيضا من سينيوريفكا أيضا من هذا المحور، وهنالك محاور أخرى مثل دوتشاني، نوفا كاميانكا، وأيضا هنا منطقة يطلق عليها دافيديف بيرت. هذه المناطق هي الخمسة التي تهاجم منها القوات الأوكرانية، القوات الروسية، والقوات الروسية طبعا هي يعني هذا ببساطة هي تسيطر بهذا الشكل عن هذه المناطق وتحاول قدر الإمكان الدفاع
بكل قوتها من أجل إبقاء القوات الأوكرانية بعيدة. ولكن معهد دراسات الحرب أكد في اليومين الماضيين أن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم إلى منطقتين تحديدا من دافيديف بيرد التي تحدثنا عنها، تقدمت إلى منطقتين وهاتين المنطقتين لا تبعد إلا 15 كيلومترا فقط عن بريسلاف التي تأتي فيها تحصينات روسية كبيرة للغاية. وهذا يعني ببساطة إذا ما حاولنا أن نقوم بتعديل هذه المنطقة وكيف أصبحت السيطرة الروسية التي سنتحدث عنها الآن بالنسبة لروسيا الآن في ظل هذا التطور الذي تحدثت عنه طبعا معهد أو تحدث عنه معهد دراسات الحرب، فإن روسيا أصبحت سيطرتها تبدو بهذا الشكل. لنصحح هذا الموقف الآن وسنلاحظ بأن القوات الروسية طبعا تمتلك سيطرة بهذا الشكل الذي تلاحظونه، وعلى هذا الأساس هذا يفتح الباب طبعا للقوات الروسية. هنا أيضا هذه المنطقة بتصحيحها قليلا، القوات الروسية ببساطة أصبحت أمام موقف بأن علينا أن ننسحب من بريسلاف من هذه المنطقة وأن نسمح للقوات الأوكرانية أن تتقدم، ننسحب إلى بريسلاف، لأن إذا بقيت هذه القوات الروسية بهذا الشكل واستمرت القوات الأوكرانية بالتقدم هذا يعني بأن القوات الأوكرانية قد تطوق القوات الروسية ببساطة وتقوم بعملية أسر عدد كبير من هذه القوات الروسية أو حتى إبادتها. لذلك الانسحاب للقوات الروسية يبدو بأنه هو الطريق القادم في ظل هذه المعارك والتحصينات الروسية واستعدادها لهذه المعركة للدفاع عن هذه المنطقة. والقوات الأوكرانية واضح جدا من خلال هذا التقدم نستنتج ببساطة أنها تبحث عن التقدم ومحاصرة هذه المدينة، السيطرة عليها، وبعد ذلك البدء بالتقدم بسرعة إلى مدينة خيرسون طبعا من كيسليفكا التي تحدثنا عنها، وكذلك من سينيوريفكا التي أيضا هي واحدة من النقاط والمحاور التي تستخدم في هذه المعركة. وبالتالي يكون التقدم والتحشيدات بعد بريسلاف تأتي إلى خيرسون. روسيا طبعا هي أعلنت بشكل مباشر وطلبت من المواطنين في خيرسون الانسحاب وإخلاء هذه المدينة بالكامل، بل إن اليوم السلطات في خيرسون التي نصبتها روسيا أعلنت عن تشكيل ميليشيا وطلبت من المواطنين ومنهم قادرين وراغبين في القتال أن ينضموا إلى هذه الميليشيا. بالتالي روسيا تعلم تماما أن هذه المعركة قادمة. لاحظ كل التقدم الكبير الذي يأتي، كيف من الممكن أن يجعلنا أمام استخدامات لأسلحة محظورة مثل القنبلة القذرة أو القنابل النووية التي نتحدث عنها في ظل هذه الاتهامات. القوات الأوكرانية جادة جدا إلى درجة أنها تضرب المناطق التي تأتي خلف نهر الدنيبر الذي ترونه. مثلا على سبيل المثال صباح هذا اليوم كانت هنالك ضربة في هذه المنطقة وهي نوفا كاخوفكا التي تأتي طبعا والتي يأتي فيها السد المهم جدا وهو سد كاخوفكا. هنا كما تلاحظون إذا ما ذهبنا إلى هذه الضربة واللقطات الأولى سنلاحظ بأن الضربات التي جاءت على هذه المنطقة هي جاءت بصواريخ الهايمرز الأمريكية تحديدا التي غيرت الكثير من مجريات هذه المعركة. سنلاحظ أن الضربة تأتي بهذا الشكل وبعدها يسقط صاروخ آخر على هذه النقطة، ضربات دقيقة تستهدف القيادات الخاصة بالقوات الروسية محاولة لشن أو شل الخطوط الخلفية بالنسبة للقوات الروسية قدر الإمكان، ضرب المقار وغيرها لتغيير الكثير من المعادلات. إذا ما حاولنا أن نتعرف على هذه المنطقة، هل هي فعلا هذه المنطقة التي نتحدث عنها تأتي في نوفا كاخوفكا؟ سنلاحظ بأننا ببساطة أمام سلسلة من الأشجار المستقيمة، سنلاحظ بأن هنالك وكأنها حديقة تأتي بهذا الاتجاه أو متنزه، ولكن سرعان ما نلقي نظرة على مرمى لكرة القدم لحراسة المرمى موجود بهذا الاتجاه، يوضح بأننا أمام ملعب لكرة القدم يسهل علينا الكثير من التفاصيل بكل تأكيد في هذه المدينة، مع أشجار أخرى تأتي بهذا الاتجاه، أي أن هذا الملعب تأتي الأشجار يمينا وشمالا بالنسبة إليه. هنالك مبنى كما نلاحظ قريبا أيضا بين الأشجار يأتي بعد هذا الملعب مبنى آخر بهذا الاتجاه، بعدها مقابل هذا الطريق يبدو بأننا أمام طريق هنالك مبنى آخر أيضا، وخلف هذا المبنى جاء هذا الانفجار. بأخذ هذه التفاصيل بهذه البساطة مع الاعتماد على المعلومة التي تحدثت بأن نوفا كاخوفكا قد ضربت اليوم، نتقدم إلى هذه المنطقة الآن بالقمر الصناعي ونحاول أن نجد علامات سريعة ومقاربة. هذا هو السد كاخوفكا، هذه نوفا كاخوفكا. إذا ما اقتربنا من هذا الاتجاه سنلاحظ بأننا أمام مساحة مفتوحة مع أشجار مستقيمة يمينا وشمالا. بأخذ هذه اللقطة سنلاحظ بأننا أمام تقريبا نفس العلامات. لنعد بالتاريخ قليلا فقط
تتأكد من المرمى لحارس المرمى في ملعب كرة القدم الذي ترونه بالاقتراب منه. سنلاحظ فعلا أن هذا الملعب واضح وأن هذا المبنى الذي يأتي خلفه موجودا بين الأشجار، وبالتالي نحن أمام علامات مؤكدة أصبحت بالنسبة إلينا وسهلة للغاية. الملعب هنا، المبنى هنا، ويأتي المبنى الآخر الذي يأتي أيضا وكان ظاهرا في الصورة، وبالتالي المبنى المقابل وأكبر مبنى يأتي بهذا الاتجاه، وهذا يعني أن هذا المبنى هو الذي ضرب تحديدا. وعندما نلقي نظرة مقربة بالقمر الصناعي عن هذا المبنى سنلاحظ بأن المبنى ليس بالصغير أبدا، ومعروف عنه بحسب ما تم تناقله عن هذا الموقع بأنه تتواجد فيه القوات الروسية أو القيادات الروسية تحديدا. وعلى هذا الأساس أيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، لأن هذا الملعب الذي أشرنا إليه أو المنطقة التي أشرنا إليها هي لا تبعد عن هذا السد، وهو السد كخوفكا إلا مسافته 3 كيلومترات. وإن ضرب هذا السد فسيحدث كارثة كبيرة جدا في هذه المنطقة، لن تقع في مصلحة أوكرانيا ولا حتى في مصلحة روسيا بهذا الشكل الذي نريه لكم الآن. على هذا الأساس ببساطة الأمور، وزيرة الدفاع الألمانية اليوم كانت قد تحدثت وقالت بأن التهديد النووي لا زال قائما في أوكرانيا وهو في تصعيد. على هذا الأساس نحن أمام فعلا لحظات صعبة للغاية، من الممكن لهذه الأسلحة إن استخدمت أن تغير الكثير من السيناريوهات وتجعل مسألة الحرب العالمية الثالثة حاضرة تماما أمام الجميع، رغم أن الجميع يستبعد حضوره أو ظهور مثل هذا الأمر كنتيجة بسبب ما تحدثنا عنه، ولكن العلامات واضحة للغاية.